ده الفيديو التاني بنكمل فيه شرح المالتي كومبوننت. كنت شرحنا في اول فيديو اول تو ميثودز ازاي نحل بيهم المالتي كومبوننت ديستليشن، ودي خلاص اخر طريقة هتبقى موجودة معانا علشان نعرف نحل بيها الديستليشن. في طريقة الشورت كات ميثود، اول هو بيقول له، هو هنا بيحل عن طريق ايه، هو بيرديوس السيستم كأنه باينري سيستم، تمام، ويحل بمكان تيلة زي ما كنا بنحل الترم الاول. طيب ازاي بيعمل الكلام ده؟ عن طريق انه يحدد اللايت كي والهافي كي، ويعمل حسابه على انه بيفصل الاتنين دول من بعض. فهنا بقى بيقول ايه، بيقول using the concept of light and heavy key components، واني اتعامل معاهم على اني انا عاملة distillation عشان افصل الاتنين دول بالذات عن بعض. So we can consider the system as the binary system where it's desired to separate the light key from the heavy key. ليه؟ لان انا لو فصلت اللايت عن الهيفي، اي حاجة اخف من اللايت اوريدي هتطلع وانا بفصل اللايت من فوق، واي حاجة هتبقى اتقل من الهيفي هتنزل من تحت. فانا لو فصلت الاتنين دول عن بعض، اي حاجة اخف واتقل consequently هتتفصل. According to that, the molar flow rate for the non-key component can be considered constant، لان هي ما دخلتش اصلا في separation. Also the total flow rates of the vapor and liquid are considered constant. برضو هيبقى عندنا view L زي ما عملنا قبل كده. The method used for this calculation was developed by عالم كده، that's why it's called Hangspix تقريبا method. هنا بقى هو حاطط لي السامبلز وبيعرف لي هي ايه. فاول حاجه الفي ده هو التوتال مولر فيبر فلو ريت في التوب سكشن، والال التوتال مولر ليكويد فلو ريت في التوب سكشن برضو، لاني معيهمش دشات. الدشات بقى هو نفسهم بس في الباتم سكشن. الواي ان اي هو المولر فراكشن للكومبوننت اي في الفيبر فيز على 3 ام، ونفس الكلام الاكس هو المولر فراكشن اوف كومبوننت اي ان ليكويد فيز على 3 ام. الفي ان اي هو المولر فيبر فلو ريت للستيج ان، ونفس الكلام الاي المولر ليكويد فلو ريت على ستيج ان. والدي اي المولر ليكويد فلو ريت في الديسلت توب برودكت، والدبليو اي هو المولر فلو ريت لاي كومبوننت في الباتم برودكت. معنى كده بقى بيقول لي ان الفي اي عباره عن الواي ان اي في الفي، صح، والفي داش بيساوي الواي داش في الفي داش، مظبوط، لان ده التوتل وده كميته على الستيج، فيبقى المولر فلو ريت بتاعه في الستيج. ومن هنا جاب الواي بتساوي ايه، ونفس الكلام هنا عمله مع ال سمول، وجاب الاكس ان بتساوي ايه، والدي اي والدبليو اي هما فعلا الكومبوزيشن بتاع الديستلت والريزيديو في الفلو ريت بتاعتهم. To reduce the system to an equivalent binary system، عشان اصغر السيستم بتاعي كانه واتعامل معاه كانه binary system اللي هو بين اللايت والهيفي كي، we have to calculate the flow rate of the key component through the column. ال operating line slope، ليه؟ لان ال operating line slope always قال على V. انا لازم احسب الفلو ريت بتاعتهم علشان اعرف اجيب السلوب بتاع ال operating line. The total flow rate L and V are constant and the molar flow rate of the non-component key are constant. Then we can calculate the molar flow rates of key component in term of them. اللي هو total flow rate minus الليكويد مثلا. انا عايز اجيب كمية ال L. هي عبارة عن ايه؟ المولر flow rate بتاع non-key في الليكويد phase زائد المولر flow rate of the key component في الليكويد phase. مجموعهم هو total flow rate. هنا بقى بيقول ايه، the total flow rate is constant and the molar flow rates of non-key component are constant. This doesn't mean that the molar flow rates of the key component are constant. لا طبعا، لان لو المولر flow rate بتاع المولر flow rate يعني قصده ايه، المولات، عدد المولات اللي في الليكويد وهي ايه، هي نفسها اللي في الفيبر. الكلام ده غلط، لان لو ما كانش بيحصل اللي هو الديفيوجن بين التو فيز الليكويد والفيبر اللي هو الاكوي مولر ده، اللي
1 مول يكندنس من الفيبر يطلع قصاده 1 مول من الليكويد. هو كل ما مول يتكثف مول يطلع قصاده، بس مش معنى كده ان المولر فلو ريت بتاع الكي كومبوننت ثابت. هو توتال فلو ريت ثابت، والفلو ريت بتاع المولر فلو ريت بتاع النون كي لكن الكي كومبوننت لا. هنا بقى بيقول ايه، if LE and VE are the estimated flow rates of the combined keys and LI will VI are the flow rates of a non-key component lighter than the key in the top section، والLI dash والVI dash هو الفلو ريت of a non-key component heavier than the key، لان احنا قلنا اي وانا فصلت طول اي حاجة اتقل already هتنزل معايا تحت، واي حاجة هخف already هتبقى طالعة معايا فوق. Then the slope of the top section LE على VE وال slope of the bottom section LE dash على VE dash. ومعرف ان ال LE هو عبارة عن ال L total minus summation الحاجات ال component ال non-key component الخفيفة، وال VE زيها، وال L كلهم بقى زي نفس ال concept كده، بس على حسب هو في section ايه. هنا بقى ابتدى يرسم لك شكل ال XY diagram. انا هو عندي خط ال 45 وخط الاكوليبريم. الاكس دي هي عباره عن اللايت كومبوننت كومبوزيشن اللي في الديستلت على اللايت كومبوننت كومبوزيشن اللي في الديستلت زائد الهيفي كومبوننت كومبوزيشن اللي في الديستلت. والاكس اف نفس الكلام بس بدل ما هما في الديستلت في الفيل، والاكس دبليو نفس الكلام بس في الريزيدو. وباستخدام التو سلوبس ال اي على الفي اي وال اي داش على الفي اي داش بقطعهم مع بعض على الكيو لاين، وبجيب الشكل بتاع الاوبريتنج لاين تمام. وعدد الستيج بقى بنحسبهم زي ما بنحسب من الترم الاول. انت محتاج تراجع من الترم الاول ازاي الكيو لاين بتتجاب، لان ده مش متغطي هنا في السكش ده، فانت لازم تروح تراجعه من الترم الاول. هنا بقى ابتدى يقول لك ايه، to calculate them we will need to calculate الالفا. فاكرين بقى الالفا اللي كانت موجوده في relative volatility method هتكفرد هنا والاكزامبلز الموجود. الاكزامبل الموجود الفا is the relative humidity with respect to the heavy key. فاكرين هي الالفا كانت بتساوي ايه، الكي اي على الكي ريفرنس. الكي ريفرنس دي هي بتاعه الهيفي كي for all components. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك ان الفا دايما تتحسب with respect to the heavy key سواء انت كنت في التوب او في الباتوم او في اي حته. الريلاتيف فولاتيليتي دي بالنسبه لدايما الهيفي كي، فدايما الفا اي بتاعه النون كي كومبوننتس الحمد لله بتساوي الكي اي على الكي بتاع الهيفي كي، ونفس الكلام لللايت كي هي بتساوي الكي بتاعتها على الكي بتاعه الهيفي كي. وبيقول لك بقى ان الهيفير كومبوننت اللي اتقل من الهيفي كي الالفا بتاعتهم دايما بتبقى اصغر من الواحد، والكومبوننت اللي اخف بتبقى الالفا بتاعتهم دايما اكبر من الواحد. في التوب سكشن بقى، في التوب سكشن عندنا equilibrium relation اللي هي عباره عن ايه، الواي اي بيساوي كي اي في الاكس اي اللي احنا متعودين عليها. وزي ما قلنا ان الواي اي بيساوي في سمول على في كابيتال، والاكس اي بتساوي برضو ال سمول على ال كابيتال، وراح ضارب هنا في الفي فبقت شكلها كده. وبعد كده قال ان الفي على ال كي اي ال اي بتساوي الاي دوت زائد الدي دوت. ده من الماتيريال بالانس، ان الفي اي بيساوي ال اي زائد الدي اي، ده من الايكويشن اللي داخل على الكوندنسر. فور الهيفي كي بقى، الفي على ال ال في الكي بتاعه الهيفي كي في ال ال بيساوي ال على دي، نفس الايكويشن دي بس حاطط الكي بتاعه الهيفي كي. يبقى ال ال على الفي بتاعه الكيف بتاع الهافي كي بيساوي واحد زائد دي اي على الاي، قسمها على ال اي. الدي اي على ال اي تقريبا قيمته بتبقى بتساوي زيرو، لان قيمه الهافي كي كومبوننت في الديستلت بتبقى صغيره قوي، فتقريبا نجلكت. فتقدر تعتبر ان الكي هافي كي بتساوي ال على في. بعد كده فور التوب سكشن ابتديت بقى اخش يعني فوق، ابتدى بقى يشوف ال for any light non-key component
احنا هنا اتكلمنا عن الايكوليبريم والهافي كي، هنا نفس الكلام الايكوليبريم برضو و متكرر، بس هنا بقى for any light non key component نفس الكلام بالظبط، ال V على ال L بتاع ال K I، L I بيساوي L I زائد D I. وبعد كده قال ان ال K I على ال K بتاع ال heavy component في ال L، ال V على L خلاص احنا عرفنا ان ال K، ال K بتاعت ال sorry ال K بتاعت ال heavy component L على V، فهنا راح قايل ان V على L هي واحد على K heavy component، وراح مكمل. فمن هنا تقدر تحسب ان ال ال اي بتساوي دي اي على الفا اي ناقص الواحد، لان احنا قلنا الالفا دي كانت منين؟ الكي اي على الكي هيفي كومبوننت. ونفس الكلام ان يو اي بيساوي دي اي زائد ال اي، ده من معادله الماتيريال بالانس دي بس اللي جابت من هنا. ودى الكلام ده الناحيه الثانيه وجاب الدي قصادها، وراح واخد الاي عامل مشترك فبقت واحد زائد الفا، ورجع قسم بقى ناقص دي على واحد زائد الفا، هي دي اي على الفا ناقص واحد. فور الباتم سكشن بقى نفس الكلام بالظبط، عندي اكوليبريم ريليشنز بس ابتدى بقى واي اي كي اي اكس اي بس وحولهم زي ما عملنا بالظبط في التوب سكشن. ونفس الكلام اللي احنا شرحناه في التوب سكشن متكرر بالظبط زي في الباتم سكشن، بس نستخدم السامبلز بتاعت الباتم بقى، بدل ما بيستخدم الدي بيستخدم الدبليو وكده نفس الكلام برضو. هنا بقى ابتدى خلاص، ده اخر اكزامبل عندنا. هنا بيقولي استيميت ذا نمبر اوف ايدل ستيجز نيديد ان ذا بيوتين بنتين سبليتر ديفايند باي ذا كومبوزيشن جيفن ان ذا تيبل بيلو. The column will operate at a pressure of 8.3 bar with a reflex ratio of 2.5. The feed is at its boiling point. معنى كده تفهم ان الفيد بتاعك ده saturated liquid، داخل يدوبك عند البويلينج بوينت بتاعك. الكومبوزيشن بتاعه الفيد والتوب اند الباتوم product are shown in the table below. هنا بقى مديني ال F وال D وال W ال sorry ال flow rates بتاعتهم، وطالما معايا ال flow rates اعرف اجيب ال composition. ومديني ال K average بتاعت كل component along ال column كله. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اول حاجة هبتدي هنا احدد مين اللايت كي والهافي كي. هبص هنا احنا قلنا ان لازم اللايت والهافي كي يكون موجود في التوب والبرودكت، فخمسة موجود في التوب بس وهنا مصفرة، 15 برضو موجودة في التوب بس وهنا مصفرة، 24 موجودة في اتنين في الاتنين، و سوري 24 ايه الان بيوتين موجود في الاتنين، والان بنتين موجود في الاتنين، والان سوري والاي بنتين موجود في الاثنين. الان بنتين هي اللي موجوده تحت بس، بمعنى كده افهم من كده ايه؟ ان الان بيوتين والان بنتين هما الايه؟ الهيفي واللايت. الهيفي واللايت كي. طب مين الهيفي ومين اللايت؟ اكيد اللايت هو البيوتين سي 4 والهيفي هو الايه؟ البنتين سي 5. غير كده نقدر نعرفها ازاي؟ لما نيجي نحسب الالفا، اللي الالفا بتاعته بواحد هو ده الهيفي كي. هنبتدي بقى، هو هنا زي ما قلنا قال ان الان بيوتين والان بيوتين والاي بنتين هما الكي كومبوننتس بتاعتي، فمعنى كده ان الان بيوتين هي اللايت والاي بنتين هي الهافي. ابتدى بقى يحسب الالفات الريلاتيف هيوميديتي. انا خلاص عرفت ان الاي بنتين هو ايه؟ الهافي. هقسم كل الكيهات عليه، يبقى الفا سي 3 الفا مش عارف ايه، كل دول قسم الكيهات بتاعتهم على واحد، فطلع الالفا بتاعت الهيفي كي ايه؟ بواحد. بعد كده ابتدى يجيب الاكس دي والاكس اف والاكس دبليو باللي احنا قلنا عليه، اللايت كي على اللايت كي زائد الهيفي كي كومبوزيشن في كل واحد فيهم. وبعد كده
في التوب سيكشن بقى قال ايه، انا عايزه اجيب السلوب بتاع، انا خلاص حددت الثلاث نقط اللي على الخط 45 اللي هو الاكس دي والاكس اف والاكس دبليو، عايزه ابتدي احدد بقى السلوب بتاع التوب اوبريتنج لاين والسلوب بتاع البوتوم اوبريتنج لاين علشان خلاص ابقى خلصتهم. فزي ما قلنا ان السلوب بيساوي ايه، ال اي على في اي، فانا لا محتاجه اجيب ال اي والفي اي علشان اعرف ايه احسب السلوب. قلنا ال اي بيساوي ايه، ال ال توتال ماينس السميشن بتاع الليكويد فلو ريت اوف النون كي كومبوننت. طيب ال ال بيساوي ايه، ار في دي 2.5 في الديستلت، اجمع دول هيطلع لك ده ال ال. طيب وسميشن ال ال اي بيساوي ايه من القانون، سميشن دي اي على الفا اي ناقص 1. طيب ده للنون كي بس، بعوض النون كي، فين النون كي اللي موجودين عندي في الديستلت، 5 و15، 24 الان بنتين والان بيوتين دول كي كومبوننت ما اقدرش احطهم في الكالكوليشن دي، فراح حاطط 5 على 5 اللي هي الالفا ناقص 1 زائد 15 على 2.6 الالفا بتاعه الاي سي 4 ناقص 1، طلعوا كده طرح ده من ده جاب ال اي، ونفس الكلام عملوا ال في اي بيساوي ال في توتال ماينس سميشن بتاع ال في سمول اي، ال في كابيتال بيساوي ار زائد 1 في دي جابها، والسميشن بتاع ال في اي بيساوي سميشن توتال بقى على بعضه، يعني السميشن بتاع ال ال اي زائد الدي اي على بعضها. فال ال اي بتاعه النون كي لسه جايبينها اهي من فوق، حط دي هنا وحط دي هنا وراح جامع عليهم الدي اي، الدي اي اللي هو ايه، الخمسة وال15، جاب دي جمعهم على بعض جاب ال في اي، سوري طرحهم من بعض جاب ال في اي، قسم ال ال اي على ال في اي جاب السلوب. نفس الكلام اتعمل في الناحيه الثانيه، نفس الكلام اتعمل في الباتم سكشن اللي هو ال ال داش بتساوي ال ال زائد الاف. ليه عملت كده؟ لان الفيد بتاعي اوريدي ساتوريتد ليكويد، فلما يدخل هيبقى ال ال داش بتاعتي هي ال ال اللي نازلالي من التوب سكشن زائد الفيد، فانا حاسبه ال ال اللي هي 112.5 والفيد اوريدي عندي جمعاه ب 100، هيطلع ال ال داش كده والفي داش هي هي الفي، يبقى الفي اي داش بيساوي الفي ماينس السيجما في اي. طيب السيجما في اي عباره عن ايه في الباتم سكشن بقى، السميشن بتاع الالفا اي دبليو اي على الفا ال كي ماينس الالفا اي اللاي كي، فهتطلع ايه في الباتم سكشن، ما عنديش غير نون كي كومبوننت واحد، يعني عندي ان 4 وان 5 اهو الباقي متصفرين، ان 4 وان 5 واي 5، فالان 5 بس هو الوحيد اللي ايه اللي نون كي، فراح قايل ان هو الالفا، الالفا بتاعته اللي هي 0.85 في 35 على الالفا بتاعه اللايك كي اللي هي 2 ناقص 0.8، وادي اهو الكلام، الالفا بتاعه ده 0.85 والالفا بتاعه اللايك كي اللي هو ان 4 ب 2، راح معوض بقيمهم وجاب قيمه الايه سميشن بتاع الفي ار. بكده نحسب، نقدر نحسب الفي اي اللي هي الفي ماينس الفي ار، جبنا الرقم ده، والال اي بتساوي ال داش ماينس سميشن ال ار، ال ال داش عندي اهو جبتها من فوق، وسميشن ال ال اي بيساوي ايه، ال في اي داش زائد ال دبليو، ال في اي داش لسه حاسبينها من فوق اهي، وال دبليو بتاعته بكام، ب 35 الفلوريت بتاعه يعني في ال دبليو، جبنا كميه ال ال اي، اطرح ده من ده اجيب ال ال اي اقسمهم على بعض، جبت كده السلوب. بكده خلاص عندي التلات نقط دول جبناهم، وجبنا السلوب ده وجبنا السلوب ده، والكي بتاع الكيو لاين بتاع الساتوريتد ليكويد بيبقى فيرتيكال. خلاص فاضل لي ارسم الاوبريتنج عشان اعرف احسب النمبر في ستيج. الاوبريتنج بيترسم ازاي، الواي بتاعتي بتساوي الفا لايت كي في الاكس على 1 زائد الفا لايت كي ناقص 1 في الاكس، افرد الاكسات من 0 ل 1 ب انكريمنت ثابته 0.1، وعوض في الايكويشن دي هتجيب الوايات، ترسمهم وتحسب النمبر في ستيجز. بكده نكون خلصنا اول طريقه في الشورت كات ميثود. تاني طريقه بقى هي عباره عن ايه، هي امبيريكال ايكويشن، سهله قوي ما فيهاش اي لا رسم ولا اي حاجه، انت بتستخدم جاليليان ايكويشن علشان تجيب النمبر في ستيج والشورت. علشان اعرف استخدم جاليليان ايكويشن دي محتاجه اعرف قيمه الان مينيمم دي بكام، وبرده محتاجه اعرف قيمه الار مينيمم بكام. طب دي هعرفها ازاي، من فينسكي ايكويشن. فينسكي ايكويشن الان مينيمم بتساوي لان الكومبوزيشن بتاع اللايت كومبوننت في الديستلت في الكومبوزيشن بتاع الهيفي كومبوننت في الريزيديو على
الكومبوزيشن بتاع الهيفي كومبوننت في الديستلت في الكومبوزيشن بتاع اللايت كومبوننت في الريزيديو على لين الافريج. افريج يعني ايه؟ يعني الفا ال كي زائد الفا اتش كي على 2. تمام، هنجيب الان مينيمم. طيب واندروود ايكويشن، على فكره الايكويشنز دي مش حفظ. اندروود ايكويشن 1 ماينس الكيو بيساوي سميشن الفا اي اكس اف اي على الفا اي ماينس ثيتا. طيب عن طريق ان انا بعرف احسب الكيو من اللي هي اتش في ماينس اتش اف على اتش في ماينس اتش اف، وعشان كده قلت لكم لازم نفتكرها من الترم الاول. واحد ناقص الكلام ده والالفات عندك والاكس والاف اي عندك، هتجيب الثيتا. جبت الثيتا، سميشن الالفا اي اكس دي اي على الفا اي ماينس ثيتا ناقص واحد بيساوي الار مينيمم. كده انا عرفت الام ان مينيمم وار مينيمم. اعوض في الايكويشن دي باستخدام التشارت، هعرف اجيب الايه الان بتاعتي نمبر اوف ستيتس. طيب ابتدي احسب الار ماينس الار مينيمم على ار زائد واحد واطلع اشوف هي اني رقم، اطلع اخبط في الكيرف اخش يمين اجيب الان ماينس الان مينيمم على ان زائد واحد. انت عارف الان مينيمم اوريدي، تعرف تجيب الايه الان في الميثود بقى. دي اخر اكزامبل هنا، عامل لي نفس الطريقه ميكستشر من الهكسين والهبتين والاوكتين is to be separated to give the following products use the shortcut method. عايز بقى يكالكوليت المينيمم نمبر اوف ستيج والمينيمم ريفلكس والنمبر اوف ستيجز العاديه، ومديني بقى الاف والاكس اف والدي والاكس دي والدبليو والاكس دبليو والريلاتيف فولاتيليتي. اول حاجه عايز احسب الثيتا من اندرود ايكويشن، واحد ماينس الكيو بيساوي سبميشن الكلام ده. هنا هو قال لي انه الفيد is liquid at its bubble point، يعني saturated liquid، يبقى الكيوب 1 1 minus 1 بزيرو. الالفا اي عندي والاكس فيد اي عندي، يبقى معادلة في مجهول واحد بترايل ان ايرور جيب الثيتا. الثيتا دي لازم تطلع بين ايه؟ بين الريلاتيف فولاتيليتي بتاعت الهافي واللايت، لازم تبقى بينهم. فطلعت اوريدي بينهم، دي حاجة تتشاك يعني to be sure ان الكالكوليشنز بتاعتك طلعت مظبوطه. خلاص احسب بقى الار مينيمم، ار مينيمم زائد واحد بيساوي سميشن الفا اي اكس دي اي على الفا اي ماينس ثيتا. جبت الثيتا احطها، جبت الار مينيمم، جبت الار مينيمم اقدر احسب الان مينيمم. خلاص تستخدم بقى التشارت زي ما قلنا كده، انت معاك الار ماينس الار مينيمم على ار زائد واحد، تطلع هنا تخبط في الكيرف تخش يمين معاك الان مينيمم، بتعرف تحسب الان. هو ده تقريبا الطريقه اللي حل بيها، وهو فرض ان الار بتساوي 1.5 الار مينيمم. معاك الار مينيمم وفرضت ان الار بتاعتك 1.5 منها، تقدر تكمل الكالكوليشنز بتاعتك. كده خلاص سكشن مالتي كومبوننت خلص. اخر حاجه بس محتاجين نقولها ان الكيو لاين نفتح سكشن الترم الاول ونراجع عليها كانت بتتجاب ازاي وطرقها، وكانت خمس حاجات والسلوبس والكلام ده. شكرا.